جاي لوحدك ابو عمر انا ولا معك البديجار؟ لا مع البديجارات معي. صحيح الموضوع بديجار. والله تعرف مشكله تركي، انت عارف يمكن الشخص اللي يجي معي واللي دائما بيروح ويجي معي، انت احكم، اذا انت شايف انه هذا بوتيجار انت احكم، انا ما حتكلم. لا يعني. وقت موضوع مشعل السعيد كان فيها معك مرافقين شخصيين؟ ما في كلام زي هذا، احنا الحمد لله في بلد امن وامان، والحمد لله سواء اللي في النادي او حتى الناس اللي يعرفوني عارفين من الاشخاص اللي يمشوا معي، وعارفين الناس هذول يعني مجرد اصدقاء يعني اللي موجودين معي في كل مكان. غريبه راحتك يعني.